السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد استكمالا لسلسلة فيديوهات استيراد السيارات من أوروبا. هنتكلم النهاردة عن تريكات. المرة اللي فاتت في الفيديو اتكلمنا عن استيراد السيارة من أوروبا والورق المطلوب والمبالغ اللي بتدفع. المرة دي هنتكلم عن التريكات والمشاكل اللي ممكن تحصل لك وازاي تحلها وتعالجها. لو عجبك الفيديو ممكن تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تجيلك كل الفيديوهات الجديدة. نبدأ على بركة الله. هنشرح في الفيديو ده ازاي تشتري عربية من ألمانيا أو أوروبا وتنزلها مصر، علشان ناس كتير بتسأل ازاي نستفيد من الاتفاقية ونشتري عربية تقفيل ألماني يستاهل الفلوس اللي دفعت فيها، وتبعد عن الفيلم الداير ما بين خليها تصدي وشركة المساهمة الجديدة بتاعت القوات المسلحة والتوكيلات الجشعة، علشان اللي مش فاهم يفهم ويفهم غيره. أول حاجة بتعملها هي مرحلة البحث عن السيارة المطلوبة. معظم الناس حاليا في ألمانيا وأوروبا بتستخدم المواقع بشكل كبير وبتتفرج وتسأل براحتها، بدل ما ينزل ويلف ويعطل نفسه ويضيع وقته، وبالتالي بيدخل على موقع وبيختار. وأحسن موقع ممكن تشتري منه عربية هسيبهولك في الوصف أسفل الفيديو، اللي هو موقع موبايل دوت دي اي. ده يعتبر أحسن موقع لبيع السيارات في ألمانيا وأوروبا عموما، سواء جديدة أو مستعملة. الموقع ده للتجار والبائعين الأفراد والمعارض، إنما مش للمصانع. طيب ليه ما فيهوش مصانع؟ لأنك ببساطة مش هتقدر تشتري من الشركة الأم أو المصنع إلا لو كنت عايش هناك، لأن عندك في مصر ناس بالفعل واخدة توكيلات المصانع دي، وبالتالي الجمارك مش هتسمح لك إنك تدخل عربية أنت مشتريها من المصنع، لأنك بكده بتضر بمصلحة الوكيل اللي بيشغل ناس وبيدفع ضرائب في مصر، زي فكرة الفرنشايزنج. علشان كده لما تيجي تشتري من بره بتشتري من تاجر أو من معرض، ويكون هو اصلا اشتراها من المصنع بالفعل للعرض او بيطلبها لك مخصوص، وسواء كده او كده بتبقى على اسمك وانت بتكون اول مالك للعربية. تاني حاجة، دخلت ودورت كويس ولقيت العربية المناسبة ليك ولميزانيتك، او عايز تطلب العربية بمواصفات خاصة سواء داخلية او خارجية، وتأكدت من التاجر انه كويس وسمعته كويسة وشفت الريفيوز بتاعته واراء وانطباعات الناس على شغله. نقط مهمة أحب أنوه ليها، لو هتشتري من ألمانيا اتأكد أنك تلاقي تاجر في أو قريبا من هامبورغ علشان الميناء، وما تخليش العربية تمشي كتير عشان توصل للشحن، لأن ونش العربيات هناك غالي. وهكذا بالنسبة للدول التانية، قرب على قد ما تقدر من المدن الساحلية اللي فيها مواني، ومعظم المدن دي بيبقى تجار سيارات فيها كتير جدا. حاول على قد ما تقدر تتعامل مع التجار الألمان لأنهم دغري وما عندهمش لف ودوران، وابعد عن الروس والألبان. وفي تجار عرب طبعا وأتراك كتير بس مش كلهم كويسين، فخليك حذر. ولو شكيت في أي حاجة أو حسيت إن في حد بيجبرك على حاجة ويقول لك هو النظام كده، وقف على طول. تاني مرحلة بنخش فيها هي مرحلة الشراء. لو تعرف حد عايش في أي حتة في أوروبا، سواء بقى قريبك أو صاحبك أو حد معرفة بيدرس أو بيشتغل، بس يكون محترم وأمين وبتثق فيه، تقدر تكلمه وتبعت له لينك العربية من على الموقع، وهو هيبدأ يتواصل مع التاجر، ولو قدر يروح له ويتفق معاه على كل حاجة يبقى أفضل طبعا. ونفس الكلام بتبعت له صورة بطاقتك الشخصية أو الباسبور علشان يكتب العقد باسمك وتبقى أول مالك للعربية. تالت مرحلة هتمر بيها هي مرحلة الدفع. في تلات طرق للدفع. الطريقة الأولانية هي الاعتماد المستندي، وده عبارة عن اعتماد بنكي مرتبط ببوليصة الشحن، وبيتم كالتالي: بعد ما تتفق مع التاجر على السعر النهائي وتاخد منه اسم البنك ورقم حسابه والايبان وسويفت كود واسم الشركة بتاعته اللي هي جي ام بي اتش، لو العربية جاهزة وعنده هتخليه يبعت لك رقم الشاسيه علشان تكتبه في اوراق الاعتماد، وبتروح البنك بتاعك وتقول لهم انك عاوز تعمل اعتماد مستندي خاص بالعربية الفلانية وبرقم الشاسيه ده، وبتودع الفلوس او بيسحبوها من حسابك. البنك بيفتح الاعتماد بعد ما بيتواصل مع بنك التاجر هناك في ألمانيا، والفلوس ما بتتحولش للتاجر إلا لما يشحن العربية على المركب ويجيب للبنك بوليصة الشحن. خد بالك إن البنكين المصري والألماني بياخدوا عمولة ممكن توصل ل 15% على المبلغ بالكامل،
تاني طريقة دفع هي انك لو تعرف التاجر او واثق فيه تقدر تحول له الفلوس بشكل مباشر على حسابه البنكي، وفي الريفرنس بتاع الحوالة بتكتب ان الفلوس دي خاصة بشراء العربية نوع كذا برقم شاسيه كذا موديل كذا، علشان لو حصل حاجة غلط تعرف تاخد فلوسك. هقول في الاخر ازاي تتصرف لو حصل اي مشكلة. تالت طريقة انك تحول ثمن العربية ومصاريفها نقل وشحن للوسيط اللي هناك، وتخليه هو اللي يشوف العربية ويكتب العقد باسمك ويستلم العربية ويبدأ اجراءات الشحن. وبرضو نفس الكلام لما تيجي تحوله الفلوس لازم تكتب في الريفرنس بتاع الحوالة ان الفلوس دي خاصة بشراء العربية، وده حاجة مهمة جدا وهتعرفه في اخر الفيديو مهمة ليه. وهتخليه يبعت لك صورة اقامته وعنوانه بحجة ان محدش ضامن الحياة من الموت. مجرد ما بيشحن العربية بيبعت لك الاوراق الاصلية كلها بالدي اتش ال من العقد لفاتورة البيع والضمان وبوليصة الشحن وكل حاجة. رابع مرحلة بنمر بيها بعد مرحلة الدفع هي مرحلة الشحن، وفي ثلاث أنواع من الشحن. في شحن عادي يبقى على سطح المركب، وده بيتكلف حوالي 600 يورو، بس طبعا مش مضمون لأن ممكن تتسرق حاجة من العربية أو مثلا تتخبط أو تتخربش سواء أنت أو التاجر هو اللي بيشحن، ومحدش هيقدر يعمل لك حاجة لأنك مش هتقدر تثبت أن الكلام ده حصل على سطح المركب. تاني نوع من الشحن هو شحن الفي اي بي، وده شحن زي ما بيقولوا كابينة، وبيبقى عليه تأمين محترم لأي نوع من أنواع الحوادث سواء سرقة أي حاجة من العربية أو خبطة أو خربوش أثناء الشحن أو أثناء التفريغ، أي حاجة بتحصل على المركب أو أثناء تفريغ العربية، وده طبعا بيتكلف أكتر شوية بيبقى في حدود 1000 يورو، وتعويض التأمين بيبقى حاجة محترمة جدا ولو حتى كان خربوش صغير. ثالث نوعية من الشحن هي شحن الكونتينر، وده شحن عن طريق انهم يحطوا في العربية جوه حاوية وبيشحنوها، وده تكلفته ما بين 1000 الى 1500 يورو. طبعا التكلفة بتختلف من دولة لدولة ومن مينا لمينا تانية، يعني تكلفة الشحن من ايطاليا غير طبعا تكلفة الشحن من المانيا، بالاضافة الى مدة التوصيل اكيد طبعا بتختلف. في معلومة لازم تسأل فيها التاجر وتعرف كويس ميعاد وصول المركب للميناء اللي هتستلم منها. وعموما من ألمانيا في مركب بتخرج من هامبورغ كل 15 يوم وبتوصل في خلال 15 يوم اسكندرية. خامس مرحلة هتمر بيها هي مرحلة الجمارك. طيب عشان نكون واضحين، الحكومة المصرية مش حكومة ساذجة عشان توافق على الاتفاقية دي من بداية لو هي عارفة انها هتخسر، لان بند الجمارك احنا طبعا عارفين ان هو ليه ثقله في ميزانية العامة للدولة، والدولة معتمدة عليه بشكل كبير جدا، وبالتالي انت لازم تبقى عارف ان الخسارة من البداية هتبقى على الوكيل، يعني الدولة هتاخد حقها من اي عربية بتدخل البلد غصب عن اي حد. طيب ايه المصلحة اللي ممكن نستفيد منها؟ انت هتستفيد انك هتوفر ما بين 100 الى 200 الف جنيه من ثمن العربية لو اشتريتها بنفسك من بره، اللي هم كانوا مكسب الوكيل ومعارض التجزئة والعمولات والموزعين الى اخره، بالاضافة الى ان التقفيل الالماني او الاوروبي طبعا بشكل عام بيختلف عن التقفيل الخاص بالسيارات اللي بتتصنع خصيصا للشرق الاوسط، زيها زي الموبايلات بالظبط. يعني العربية المنتجة للسوق الالماني بتبقى احسن بكتير من المنتجة للسوق المصري، علشان معايير وضوابط التصنيع والسلامة في المانيا اعلى بكتير جدا من معايير وضوابط مصر. يعني ال 40% جمارك اللي كانوا بيدفعوا زمان ما بقوش 0% جمارك ولا حاجة، هم خلينا نقول هيبقوا ما بين 25 الى 30%، وبتدفع جمارك للعربية يا اما مقدم في جمرك المطار في القاهرة او بتسددها بنفسك لما تروح تستلم عربيتك في اسكندرية. طبعا لو شحن مركب او في اي بي، ولو في بورسعيد لو كونتينر. سادس مرحلة هتمر بيها هي مرحلة الوصول واستلام العربية. العربية وصلت الحمد لله، بتبدأ تشوف مخلص جمركي علشان يخش يخلص لك الأوراق، ودي حاجة أي مخلص يقدر يعملها بسهولة، وبالنسبة لعرقه دي حاجة بينك وبينه وحسب الاتفاق. طيب لو التاجر أو الوسيط اللي انت بعت له الفلوس علشان يشتري العربية خد الفلوس وما ردش عليك أو حسيت ان في تلاعب، بكل بساطة هتشوف محامي هناك في ألمانيا يكون من نفس مدينة التاجر. كل اللي انت هتعمله انك هتكتب على جوجل الكلمة اللي هتلاقيها موجودة في الوصف أسفل الفيديو زائد اسم المدينة اللي انت اشتريت منها، وهتبعت له الايميل او تكلمه بالتليفون وهتشرح له الموضوع وتبعت له صور من الاوراق والمحادثات اللي تمت ما بينكم وصور التحويلات المالية. عشان كده انا قلت في اول الكلام لازم تكتب في الريفرنس بتاع الحوالة ان سبب التحويل هو شراء سيارة
وطبعا تكتبه بالانجليزي ويكون معاك عنوانه او صوره اقامته، وطبعا هتكتب رقم الشاسيه وموديل العربيه ونوعها. اللي هيحصل ان المحامي هيبدا يبعت للتاجر او الوسيط اللي انت عارفه هناك خطابات انذار لرد الفلوس او لاتمام عمليه الشراء وشحن السياره. في معظم الحالات التاجر او الوسيط بيخاف وبيجيب ورق على طول طالما دخل في الموضوع محامي، وبيخلص الموضوع بسرعه علشان هو عارف لو وصل للمحكمه هيدفع فلوس اكتر بكتير من اللي هياخدها منك، بالاضافه لمصاريف المحامي بتاعك ومصاريف المحكمه، وتكلفه المحامين والمحاكم هناك غاليه جدا، وكمان ممكن تاخد تعويض كبير يعني هيتخرب بيته، وكمان انت هتعمل له باد ريفيو على الموقع، وده في حد ذاته تدمير ليه ولسمعته، لان طبعا في المانيا ودول اوروبا ثقافه الريفيو وانطباعات الناس مهمه جدا وبتاثر على المبيعات بشكل كبير. حبيت بس اوضح الصوره علشان تبقى عارف الدايره بتدور وبتمشي ازاي. ما تخليش حد يضحك عليك او يشتغلك، لان في الاخر انت واهل بيتك اولى باي قرش هتوفره في الظروف اللي البلد بتمر بيها، وفي نفس الوقت هتتبسط وانت راكب عربيه محترمه تستاهل الفلوس اللي دفعت فيها. ما تخليش حد يستغلك ويعمل عليك فلوس من الهوا. الاستيراد بيكون لموديل السنه فقط، ولو مستعمل بيكون الاستيراد لزوي العزيمه. في نهايه الفيديو اتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده. لو عايز تعرف الصوره كلها على بعضها لازم تتفرج على الجزء الاول وبعدين الجزء الثاني. اشكركم لحسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا اعجبك الفيديو لا تنسى المشاركه والاشتراك بالقناه ليصلك كل جديد.